ما عم نعرف من كيف بدنا نلايم اولادنا بهالامطار اللي صارت 10 ايام، يعني خايفين من الثلج، خايفين من البرد، ابني جاكيت ما عنده، عم نلفه بحرام، امبارح وقت صارت هالامطار صار نزلت على الحرام مع اهل الامور هاي، الامهات صار يبكين على اولادي. أغلبية المخيمات اللي عندنا شوادرها مهتري، بطانياتها مهتري، عدت علينا 10 أيام مأساوي. نحن عندنا في المخيمات هون أغلب العالم ضمن الخيم ضمن المطبخ حاطين طناجر مي وحاطين طوس مشان الخيم هي وبتنقض مشان ما تنزل على المدادات بتنزل على طنجرة المي على الأمور هاي كلياتها. فما بالك اليوم إسا بيخبرون على أخبار جاي عواصف رعدية وجاي ثلج. والله اليوم العالم عندنا هون متخوفي أكثر من معيشي اللي بدها تاكله وتشربها من هالبرد ومن هالشيء اللي جايينا ومن هالسلودي اللي جايتنا.